مصر، سلطة جاءت لتحمي مصر من مخططات كانت تحاك لتحمي مصر من الإرهاب المسلح، كلها ستبوء بالفشل. وأي فشل، يعني الفشل اللي احنا شايفينه الحقيقة فشل يدعو إلى الخجل أو إلى الانتحار. كان إسلام المسلماني المتحدث باسم ضنك كان هدد معايا، قال إذا الغلابة ما نزلوش معانا أنا هموت نفسي. يعني قلت له طب لو الغلابة ما نزلوش معاك هتعمل إيه؟ قال أنا هموت نفسي. هل سيفي إسلام بوعده ولا يعني كما يكذبون وكما يتنفسون الكذب هيطلع يقول إنه أنا صغير وأنا قلت هذا الكلام ولن أنتحر، أنت قلت إن أنا هموت نفسي لكن مع ذلك لا أدعوك إلى الانتحار مع إنك انتحرت سياسيا ووطنيا وأخلاقيا بالدعوة إلى هدم مؤسسات الدولة من خلال نمط ميليشياوي مقنع ملثم، ومن خلال إنه الراجل بيقول لك أنا ضد 30/6 وبوضوح خطابه ضد الجيش والقوات المسلحة. لو عندنا الملخص تاني بتاع إسلام قبل ما تابع لكم الحصيلة بتاع الضنك، نذكر إسلام ونسأله هل ستفي بوعدك؟ أنا بقولك لا تفي بوعدك، بس اطلع اعتذر، قول إن أنا هددت بإنه أنا هموت نفسي إذا الغلابة ما طلعوش معايا، وأنا اكتشفت إننا لا نعبر عن الغلابة، وأنا بعتذر وآسف ومش هموت نفسي. أنت بتقول إحنا 150,000 ونتحدث باسم الغلابة، لماذا تظهرون بشكل مقنع تخفون وجوهكم بهذا الشكل؟ أنت عارف كويس جدا لماذا تظهر بشكل مقنع؟ عارف حضرتك اللي هيظهر بشكل، واخد بالك هيبقى مصيره ايه؟ في هذه الدولة اللي فيها بطش وفيها اللي هيبقى مصيره ايه؟ ما انت بتتكلم معايا اهو يا استاذ اسلام. اه بتكلم معاك طبعا عبر التليفون. ولا انت شايفني ولا انا شايفك. ازاي تظهر لي بشكل ميليشياوي؟ بتتكلم في مطالب الغلابة ولا لا؟ انت حضرتك هتهتم بالغلابة بتاعك بالشكل، واخد بالك انت مش ده اللي بنتكلم فيه. خلينا نتكلم حضرتك في المضمون نفسه. الشكل ده ما هو متعلق بالمضمون. يعني الناس في حاجة حضرتك، الشكل اللي انا بتكلم ده الام الناس، خليك في الام الناس. يا سيدي انت مش متحدث باسم الام الناس، يا سيدي انت بتتحدث بصوت من تأمره على الام الناس. انت خطابك هنا يا استاذ اسلام، بس خلينا خطوه خطوه. انت خطابك هنا خطاب اخواني واضح. هل تؤمن بثورة 30/6 ام لا؟ لا طبعا. لا تؤمن بثورة 30/6؟ طبعا. طيب دلوقتي حضرتك انا بقول لك، بسالك سؤال، حضرتك انت من كوكب اخر ولا ما احنا عايش في مصر؟ لا الحقيقه اللي ضد ثوره 30/6 هو اللي من كوكب اخر. اللي ضد ثوره 30/6 هو الذي يعيش في الخيال في الاوهام. يبقى انت بتنتمي لجماعه الاخوان. ما الفصيل الوحيد، الفصيل الوحيد الذي لا يؤمن بثوره 30/6 هي جماعه الاخوان. حضرتك انا حركه وطنيه غاضبه ليس ليها اي تصنيف. يعني انت ضد 30/6؟ لا انت مع نفسك هتتصنف انت حالك، انت واخد بالك وجهه نظر جدا. حتى القوى التي اختلفت مع 30/6 بما فيها مصر القويه، بما فيها 6 ابريل، لا تنكر انها ثوره. انت واثق ان الغلابه كلهم هيطلعوا معاك يوم الثلاث؟ لا معلش انا هرفض، معلش حضرتك ما تنقطش نقطه على نقطه. الاول حضرتك انت ما تصنفنيش تصنيف ولاد اجل، واخد بالك، وما تقولش ميليشياوي ومسلح وكلام من ده، هذا كلام هرفضه تماما. احنا حركه سلميه. طب ما تطلع بوشك. اسمعني حضرتك، اطلع بوشي، معلش اطلع بوشك يا اخي، ادفع ثمنا لافكارك، مش انت بتؤمن بهذا الكلام؟ اطلع بوشك. اسمعني حضرتك انت، اسمعني سيادتك اللي انا اطلع بوشي، واخد بالك انت، وانا اطلع بوشي. يا راجل انت منحاز، انت منحاز لمن نهبوا الشعب، لمن قتلوا الشعب، انت منحاز لمن قامت ثوره شعبيه ضدهم، وتقول انت اللي عايش في كوكب تاني. انا مش سامعك. المفروض انت متحدث رسمي، صوتك يبقى واضح. انا مش سامعك. صوتي واضح جدا والله. انت حتى تسمع اللي انت هتطلع اقول لك، انت فاشل اعلاميا، مش عارف تديها واضح. طيب ابقى تعالى علمني الاعلام يا استاذ اسلام، تعالى علمني الاعلام. انت دعوت ثوره غلابه يوم الثلاثاء وتنصب نفسك متحدثا باسم الغلابه،
طب يوم الثلاث لو ما طلعش الغلابه معاك تعمل ايه؟ تعلن انك لا تتحدث باسم الغلابه ولكن تتحدث باسم من تامره على الغلابه؟ طب الغلابه ما يطلعوش ان شاء الله يوم تسعه يبقى سيبنا موت نفسي ان شاء الله واطلع بجنازتي. طيب يعني الغلابه اذا ما طلعوش معاك يوم تسعه هتنتحر؟ ده هو اللي قال، يعني هو بوضوح قال انه اذا الغلابة ما طلعوش معانا في ثورة الغلابة 9/9 هموت نفسي وبقى تعالى امشي في جنازتي. يعني هنا هل ينفذ ما وعد به؟ اتمنى الا ينفذ ما وعد به، لانهم انتحروا سياسيا واخلاقيا ووطنيا، لكن اتمنى انه يطلع ويقول اكتشفنا اننا جماعة الاخوان لا نعبر عن الغلابة ولا يجب أن نتحدث باسمهم، وعشان كده مش هنتحر، أنا طلعت عيل ومش هنتحر، واكتشفت أننا لا نعبر عن الغلابة ومش هنخدع الغلابة تاني. أتمنى أنه يكون هذا الاتجاه أفضل من أنه ينفذ